السلام عليكم. الفيديو المقبل ان شاء الله غادي يكون ديال هاد الخمار. المهم راني خيطتو لكم، غادي ننزلو، انما ما درتش الشكل النهائي. الشكل النهائي هو هذا، درت له دوك الصديفات اللي غلفت، وتيجي بهذا الشكل، تيجي قصير من الامام وطويل من الخلف. تنتمنى تبارطاجيو الفيديو باش تزاد شويه نسبه المشاهده، وشكرا بزاف للناس اللي انضموا للقناه ديالي، تنشكركم بزاف، وتنتمنى يكون هادشي تينفعكم. مع السلامه.